بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. كل عام وأنتم بخير في حلول عيد الفطر السعيد الذي يتقبل الله سبحانه وتعالى فيه صيام الصائمين، وإنما سمي الأول من شوال لأنه تشال فيه الذنوب وتجب فيه زكاة الفطرة، حيث أن يعني يبقى كما ورد في الحديث الصوم معلقا بين السماء والأرض حتى يخرج المرء زكاة فطرته. وقد سميت هذه الزكاة زكاة الأبدان، يعني هي عبارة عن صدقة عن هذا البدن ودفع بلاء عنه. بكل الحالات هذه الزكاة واجبة على كل إنسان يملك قوت سنته قوة أو فعلا، يعني يوجد معه كل مصاريفه وحاجاته فعلا في البنك في جيبه، أو مثلا يملك أرضا أو كذا تدر عليه مالا، أو لا إذا كان لا يملك قوت سنته لا قوة ولا فعلا، يعني لا يأتيه قوة، يعني يأتيه كل شهر مثلا أو آخر السنة يأتيه كل مصاريفه وحاجياته في السنة. فإذا كان غنيا يجب عليه زكاة الفطرة، ويجب على كل من يعيلهم كذلك، يعني إذا كان يعيل أهله أمه أبوه أولاده حتى الخادم عنده أو ولد له ولد قبل الفجر مثلا فجر يوم العيد، يجب دفع الزكاة عن كل نفر من هؤلاء. أما الحمل طبيعي لا يجب أن يدفع عنه ما لم يولد صبيحة العيد أو قبل صبيحة العيد، لا يجب زكاة الفطرة عنه. وكذلك تجب زكاة الفطرة على الضيوف الذين ينزلون عندك في الدار ويبيتون تلك الليلة، يعني لو كنت عازم مثلا أحد آخر ليلة في شهر رمضان وأفطروا ثم ذهبوا إلى بيوتهم لا يجب عليك الزكاة، أما إذا باتوا وناموا عندك حتى الصباح فيجب عليك أن تدفع زكاة الفطرة عنهم. وهذا يحدث عادة عند العوائل، حيث يذهب الأولاد وأبنائهم إلى بيت العائلة في الضيع والقرى ليلة العيد ويبيتون هناك، فيجب على المضيف أو صاحب الدار أو المعيل أن يدفع عن الجميع زكاة الفطرة حتى لو كانوا قد دفعوا هم يعني قبل ذلك. ونستطيع أن نخرج زكاة الفطرة قبل ذلك بس بعنوان الدين، يعني إذا دفعناها إلى الفقير ندفعها بعنوان الدين خلال شهر رمضان، ثم في صبيحة العيد نحتسبها عليه زكاة فطرة. وأما إذا بقيت معنا إلى صبيحة العيد فيجب إخراجها قبل صلاة العيد لمن يصلي العيد، وإذا كان لا يصلي العيد تبقى واجب إخراجها إلى ما قبل الزوال. بعد زوال أو عند الزوال وما بعده يوم العيد يعني بيصير هناك إثم ولا يجوز ويحرم تأخيرها، لأنه الله سبحانه وتعالى أراد من خلال هذه الزكاة أن يعيش الفقراء والمساكين فرحة العيد الذين لا يجدون يعني مالا أو لا يجدون لكي يفرحوا في العيد من لباس وحلوى وما إلى ذلك. وهذه الزكاة هي مقدارها معلوم، يعني ككل سنة 5000 ليرة، يعني هي 3 كيلوات من الطعام، سواء كان هذا الطعام يعني خبزا أو كان عسلا مثلا، يستحب أن يكون كذلك يعني بقيمته العالية، لكن يقدر 5000. وضعاف الحال يعني الذين وضعهم الاقتصادي ضيق يستطيعون أن يعني يدفعوا 3000 ليرة عن كل نفر، ويجب دفعها يعني في بقيمة البلد الذي أنت فيه، يعني إذا كنت خارج لبنان مثلا في دول أوروبا أو أمريكا أو الخليج بدك تشوف 8 كيلو الطعام بكم، يعني ربما يكون بدولار أو ب3 دولارات تصبح حينئذ 9 دولارات أو 10 يورو أو ما إلى ذلك من أمور. أما في لبنان يعني كما قلنا، وكذلك إذا ما كان يوجد عندك فقير في البلد الذي أنت فيه لابد أن ترسلها إلى البلد الذي فيه فقير، يعني تبعث لأحد من أقاربك يدفعها عنك في البلد الذي هم فيه يوجد فيهم فقراء. والأفضل أن تصرف على الأرحام، الأقربون أولى في كتاب الله،
يعني رب العالمين أوصى بهم في كتابه، بحيث يعني يراعي الإنسان رحمه ما عدا الأب والأم والأولاد، فهؤلاء واجبين نفقة، والزوجة لا يجوز إعطائهم من زكاة الفطرة. يعني أنا لا يجوز أن أعطي زكاة فطرتي لأبي ولا لأمي ولا لأولادي إذا كانوا فقراء، لأن هؤلاء واجبين نفقة علي. أما الأخ لأخته أو الأخ لأخيه إذا كان مثلا معاق أو ليس يوجد من يعيله، نعم بل هو مستحب وأفضل من أن يعطيه إلى الغريب. وإذا لم يستطع الإنسان أن يحقق مصداق الفقر لأنه يعني فليحتط في ذلك وليدفع في الأماكن التي يعني يطمئن بأنها تصل إلى الفقراء. هذا إجمالا يعني زكاة الفطرة وبعض أحكامها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامكم وقيامكم، وأن يكون هذا العيد عيد سعادة وفرحة للمسلمين جميعا وللناس جميعا، وأن يرفع الله تعالى عنا هذه الغمة التي نزلت بنا وبالمسلمين من خلال الكثير يعني من المشاكل التي هي موجود بيننا، بتحسين أوضاعنا وفتح عقولنا على الله وكتابه وقرآنه وأحكامه، لعلنا بذلك نصل إلى رضاه ونكون محط عنايته وألطافه جل وعلا. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.